الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اون سيت. في الفقره اللي جايه هنتكلم عن فنان ابتدى حياته الفنيه في التسعينات، عمل ادوار صغيره كتير لغايه لما قدر ان هو البطوله المطلقه، وتعودنا ان احنا بنشوف مسلسل بطولته في كل رمضان. في الفقره اللي جايه هنتكلم عن الفنان ياسر جلال، ابتدى امتى وعمل كام فيلم وكام مسلسل، ومعلومات تانيه كتير في فقره بالارقام. ١٩٩٩ هي السنة اللي اتولد فيها الفنان ياسر جلال، وده كان في يوم 16 إبريل. 11 فيلم مثل فيهم ياسر جلال من أول لما ابتدى ولغاية سنة 2015 لما مثل آخر فيلم اللي كان اسمه شد أجزاء. 61 مسلسل مثل فيهم الفنان ياسر جلال، اللي كان آخرهم مسلسل دل راجل في سنة 2021. 1. مسرحية واحدة بس مثل فيها الفنان ياسر جلال، اللي كان اسمها النجاة، وده كان في سنة 2010. 2017 هي السنة اللي عمل فيها الفنان ياسر جلال أول بطولة مطلقة لي، وده كان في مسلسل ظل الرئيس. 2. هو عدد أولاد الفنان ياسر جلال اللي هم أدرية وجلال.